مرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. في هذا الفيديو سنستعرض أهم المحاور التي سنقوم بدراستها وشرحها ومناقشتها خلال الأسبوع الثالث. كونوا معي. بداية وكما يظهر أمامكم سنواصل شرح وتوضيح وتحليل قصيدة المتنبي. سندخل إلى حياة الشاعر، وكما يظهر أمامكم هو أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين الجعفي الكندي الكوفي، شاعر عباسي ولد في كندة إحدى مناطق الكوفة بالعراق، يعد من أعظم شعراء العرب وأكثرهم تمكناً من اللغة العربية بقواعدها ومفرداتها وأصول البلاغة فيها. له مكانة عالية لم تتح لغيره من شعراء العرب بعد الإسلام. اشتهر بحدة ذكائه وظهرت موهبته الشعرية مبكرا. مما يشتهر به المتنبي بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب، كان من مقربيه وكان بينهما مودة واحترام، لكن حدث بينه وبين سيف الدولة فجوة وسعها كارهوه وحساده وكانوا كثرا في بلاط سيفه الدولة. الآن سندخل إلى مناسبة القصيدة. المتنبي هو شاعرنا، نظم هذه القصيدة حين بلغه أن قوما نعوه في مجلس الأمير سيف الدولة بحلب وهو بمصر. هنا اختلقوا الأوهام بأن المتنبي قد مات وأن سيف الدولة قد فرح بخبر موته، وقد كان أن أفسد الوشاة والحساد وعلاقة المتنبي بسيف الدولة فجافاه الأمير وصد عنه. هنا أيقن المتنبي عندئذ أن مقام في سيف الدولة أصبح مستحيلا وأصبح مليئا بالمخاطر، فاضطر إلى مغادرة حلب ولم يقف منه موقف الساخط المعادي، وإنما كره الجو الذي ملأه حساده ومنافسوه من حاشية الأمير. ارتحل المتنبي إلى مصر حيث رحب به، وكان من رحب به هو ملك مصر كافور الرشيدي، وأقام عنده نحو 40 سنة، وكان يسعى بأن يلبي كافور رغبته في أن يكون واليا على إحدى المناطق، لكنه لم ينل ما أراد. بالطبع سنتناول القصيدة بالتحليل، ومن ثم سننتقل إلى أسئلة أفهم المقروء وأحلله. هنا عزيز الطالب المطلوب منك أن تفسر معاني الكلمات المخطوط تحتها فيما يأتي: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث. مكترث، سنستخرج جذر الكلمة ومعناها الفائت، تفنى وغيرها. أيضا سنفرق في المعنى بين الكلمتين المخطوط تحتهما فيما يلي: هو وهوو، سنعرف الفرق بينهما. بعد ذلك سنبحث في القصيدة عن معنى كل من، سنبحث عن معنى لمصر: الناقة المسرعة، قماش يوضع على ظهر الفرس لتصان، مركب النساء يوضع على ظهر الجمل وله قبة، حبل يوضع في أنف الدابة. سنختار من القصيدة ألفاظ تؤدي هذه المعاني. بعد ذلك عزيزي الطالب وكالعادة سننتقل إلى أسئلة تختص بالبلاغة. سنتعرف إلى الكناية، وهي تقدم المعنى الحقيقي المقصود من اللفظ مصحوبا بالدليل مفهوما من السياق الذي قيل به. وبالطبع كما ترون أمامكم فإن السؤال يعتمد على معرفتك في الفن البلاغي الكناية، حيث يبتعد هنا الشاعر عن التصريح بمعاني تجول في خاطره إلى الإشارة إليها.
سنبين الكناية فيما تحته خط، ونبين الأثر الجمالي التي أضفته هذه التراكيب على المعنى وغرض الشاعر من توظيفها. فزال القبر والكفن، وسنعرف هذه المعاني بالتفصيل أيضا. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى قضايا اللغوية والقواعد نسترجع خلالها معرفتنا في الجملة الإسمية، المبتدأ والخبر. سنستذكر سوية أنواع المبتدأ وأنواع الخبر، وكيف سنقوم بالإعراب التفصيلي لكل فرع من هذه الفرع. هذا هو عرض سريع ومبسط لما سنقوم بدراسته خلال الأسبوع الثالث. أرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.